وانا اكيد كنت معاكم مؤخرا في العرس في دارنا في اغنيه العرس في دارنا، ولكن اليوم حضوري بالنسبه لي مميز لانه كيصادف ذكرى المسيره الخضراء ذكرى 46. فكنبغي شكرا اخت كافطون، شكرا عصام، شكرا صفاء على التنظيم الرائع، شكرا لكم لانكم جيتوا، احنا توحشناكم، توحشنا جمهورنا، توحشنا لاسين، توحشنا كل شيء، فسعيده جدا بحضوري معكم. يجيو يقولوا غتشوفوا الاسبوع المقبل، مرحبا بكم، تكون حاضرين، انا داعيكم كاملين تكونوا معايا. غتشوفوا شي حاجه رائعه ان شاء الله، اغنيه جديده من كلمات البارولي ومن الحان هشام خطير، اخراج كريم بنيس، غتشوفوا اغنيه ان شاء الله تعجبكم.